يعطيك العافية. سمارت جلاسز وذ ستيك، عنوان يا ريم وآية وبرامش، ما ينفعش هيك. سمارت جلاسز هي جلاس، مش جلاسز، مش نظارة، نظارة. سمارت جلاسز اند ستيك فور بيبل وذ بيبل وذ This, هذا العنوان. الأسماء كابيتال لتر، اسمي كابيتال لتر، كل الأسماء أول حرف فيها كابيتال لتر. كيف سكنت فيرست؟ احنا فيرست تاريخ المناقشة. طب جاي اوتوماتيك، تمام. الابستراكت، ايوه. ريزولفت وات از تو سولف. يعني هاي الفقرة ما لهاش داعي، هاي صراحة هاي الفقرة development of science. شو من هون with development of science and experience. انتوا هاي الفقرة جايبينها من عندكم، يعني مضبوطة، لأنها فيهاش أخطاء. الاسم كابيتال لتر مثل ما قلت لك. في الفوج الترغيس. كويس. الباك جراوند، تمام. يعني بلاش نقول برودكت، لا ما كويس بس ممتاز، تمام. كتاب كويس عجيب. بس مثل ما حكيت بالجروبات الثانية، ما بعرف ليش انتم، ليش عندكم أسئلة كثير هون؟ ما بعرف انتوا اسئله ليش ما سدوش الايديا. كم تلاتة هذول بكورة؟ هذا تصويركم صح؟ تمام. بدكم تذكروا الفيجر اللي انتم حاطين هون، فيجر ذا بيسك انتراكشنز بتوين ذا كومبوننتس. تقدروا تذكروا هون فقره صغيره هون، وتذكروا انه ذا سيستم ذات وي هاف ديزايند. يعني مثلا تقولوا is shown in figure 1 the system that we have designed and our project is shown in figure 1. لازم لما تشوفوا كيف
انتوا ذاكرين فيجر 1 لازم تذكروا له هون شيء بالسياق يدل عليه. ذاكرين فيجر 2 لازم تذكروا له شيء بالسياق يدل عليه وما تحطوا فراغات كثيره. ما بدنا فراغات. اوكي شابتر. انتوا الان شابتر 2 هاي هون هيك حطوها. تمام. ديزاين هيك تكون ديزاين. هذا المشروع تبعكم، هذا الديزاين تبعكم. تمام واضح حلو عجبني ديزاين ديتيلز عجبني. شو السايز هذا لايش؟ هذول يعني اذكروهم شو معناهم مش فاهمهم. جنرال هذول بدي اياهم افهمهم شو يعني. البلوك دياجرام حلو بس مش واضح. ليش مش واضح البلوك دياجرام؟ وهذا شغلكم، هذا شغلكم البلوك دياجرام لازم يكون واضح. هذا الشغل تبعكم. انا بحبكم. هذا واضح حلو، هذا حلو انكم تذكروه بالتفصيل. هذا الحكي تذكروه بالتفصيل حلو، تكونوا ذاكرينه. تيبل 1 implementation. شغلكم ممتاز، انا عاجبني. انتوا احسن، انتوا بالكتابه احسن من غيركم، بس مش ذاكرين هون شيء. شغله قلت لكم عنها، انا مش قلت لكم تذكروا شو عملوا الابحاث اللي قبلكم؟ بدي فقره يعني بالابحاث شو عملوا اللي قبلكم. والله في، انا مش وديت لكم ابحاث، انا مش شايفهم هون. انا طالب منكم فقره literature review. literature review يعني شوفوا في، انا راح تشوفوا التقارير تبعت اللي قبلي الليترشر ريفيو. والله في البحث الفلاني هم استخدموا عصاية، بالبحث الفلاني استخدموا نظارة، بالبحث الفلاني العميان استخدموا نظام معين، احنا بدنا نستخدم كذا كذا. بدي اربع خمس مراجع ابحاث، اربع خمس مراجع ابحاث. تحطوا الليترشر ريفيو. الليترشر ريفيو وين بتحطوه؟ بتحطوا لي اياه. أنا مش شايف بروبلم ستيتمنت بالباك جراوند. إذا بينفع هون بالباك جراوند تحطوه، ما عندي مشكلة هون. حطوه هنا هون بالباك جراوند. هون بالفقرة هون قبل ذيس ستيب از ديزاين هون. هون إذا أنتم مش حاطين مجال للليترشر ريفيو، أتوقع أنكم مش حاطين خانة للليترشر ريفيو. مش حاطين. الآن هذا السمر للريبورت، أنا عارف. بس انا بدي المين كونتريبيوشن تبعكم، بدي اياكم تضخموا الكونتريبيوشن تبعكم. شو انتم عملتوا يعني؟ انتم مش موضحين بالضبط الشغل تاعكم. بدي سكشن يكون انتم شو اللي عملتوه. والله بدي اياكم تسوقوا المنتج تبعكم. والله احنا صممنا عصاي وعملنا نظاره على 3 دي برينتينج وركبنا عليها سنسورز والعصاية عليها سنسور ومش عارف ايش يعني. هاي حطوا تقدر تحطوها الرسمات هاي فيها، تقدر تحطوا الرسمات هاي فيها يعني. هذا يعني هاي انا قيموا الرسمات هذول حطوهن بال 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 بالكونتريبيوشن تبعكم. شو اللي انتم عملتوه يعني؟ حطوا سكشن اور كونتريبيوشن او اور مين ورك، وانتم شو اللي عملتوه. والله احنا صممنا عصايه وصممنا نظاره وعملنا لها 3 دي برينتنج ومش عارف ايش وهيك مثل ما احنا بنشوف بالفيجر. وبدي ليترشر ريفيو، شيء بنسميه ليترشر ريفيو. ليترشر ريفيو هيك بتنكتب. او بالشرط او انتم هون بالباك جراوند، بالباك جراوند تقولوا انتم بالبحث الفلاني احنا استعرض مثلا عصاي، انا وديت لكم اياها والبحث الفلاني عمل هيك، البحث الفلاني عمل هيك، وبتذكر المرجع رقمه 1 2 3 4 5. ضروري جدا 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 هذا الحكي ضروري. باقي ما تبقى تقريركم ممتاز جدا يعني، ما شاء الله عليكم تقريركم ممتاز وانا عاجبني. اهم شيء الرسمات تكونوا فهمانينهن. هاي الريزلتس تمام حلو.
الآن بالنسبة للفيوتشر ورك، بدي اياكم تفهموني شو هو الفيوتشر ورك. هو اللي بالأخير بالضبط الريفرنسز فيوتشر ورك، بدي اياكم تركزوا لي عليه شو ممكن تطوروا على المشروع وشو ممكن انتم تزيدوا عليه. تمام، اموركم كويسه، انتم ما شاء الله عليكم كويسين، بالتوفيق.